يا جماعة اليوم راح اوريكم افضل 5 اسلحة موجودة في كود 16. طبعا بهالفيديو راح اوريكم افضل تعديلات حق كل الاسلحة، واهم شيء راح اوريكم لعب عشان انت تقدرون تقيمون. اذا عندكم اي سؤال، تبون اعداداتي، تبون اي شيء، حياكم الانستا مالي كان موجود على الشاشة. طبعا لا تنسون اللايك والكومنت، واذا للحين ما عطيتوني سبسكرايب ايش ناطرين؟ يلا خلينا نبلش الفيديو. طبعا 5 اقوى سلاح في اللعبة هو الفنك، والحين راح اوريكم تفاصيل واللعب. طبعا الفنك مو زين لونج رينج، تقدر تذبح الناس لونج رينج لكن اغلب الوقت الامو بيخلص عليك او راح تضيع كل طلقة. الحين راح اوريكم الفنك مع تعديلاتي لونج رينج. مثل ما تشوفون خلص علي الامو على ما اسوي ريلود، تشوفوني مي وللحين ما حده يعني الفنك مو زين لونج رينج. مثل ما قلت الفنك مو زين لونج رينج، لكن لما الخصم مد لونج رينج السلاح حلو. طبعا حالات الفنك انه او بي شورت رينج، راح يذبح الخصم وراح يخلطه وراح يدوس عليه وراح يزعله. طالعه قول له. طبعا راح يقول لي ناس يقولوا لي يا سب تعديلاتك مو زينه حق الهب فاير. انا ما قام اوريكم تعديلات حق فاير، انا قاعد اوريكم تعديلات او بي ومنها فيه فاير. السلاح مو مال فاير لكن فيه فاير، والهب فاير زين. الحين راح اوريكم الموفن سبيد بالفنك. الحين راح اوريكم الموفن سبيد مع ستيم. الحين راح اوريكم موفمنت سبيد مع ديد سايلنس. طبعا اول واحد مع ديد سايلنس وسبرنت، اللي بالنص سبرنت مع ستيم، واخر واحد بس سبرنت. الحين بوريكم لعبي بالفنك، راح تشوفون الموفمنت مالي، راح تشوفون ايمي، راح تشوفون تحركاتي، راح تشوفون لعبي كسب بالفنك. يلا شباب جو. اخ والله او بي والله. طبعا حق الفنك عندنا البرل الثاني اللي هو زي ال ار 18 ديد فول، عندنا ستوك فورتش تاك سي كيو اس الثاني، عندنا ميرك فور جريب اللي هو الاول اندر بارل، عندنا ال 40 راوند ماج، وعندنا الرابرايز جريب تيب اللي هو الثالث. طبعا الحين وصلنا رابع اقوى سلاح اللي هو الاي يو جي، راح اوريكم لعب، راح اوريكم تعديلات، وراح اوريكم تفاصيل. طبعا الاي يو جي اندر ريتد، ما حد يستعمل الاي يو جي والناس عبالهم ان السلاح خايس. الحين انا راح اثبت لكم ان السلاح او بي بكل شيء، لونج رينج، شورت رينج، ميد رينج، هيب فاير، السلاح او بي. الحين راح اوريكم لونج رينج. طبعا الحين راح اوريكم الميد لونج رينج. الحين بوريكم الاي يو جي شورت رينج. الحين بوريكم الهيب فاير بالاي يو جي. الحين بوريكم الموفمنت سبيد بالاي يو جي. الحين بوريكم الموفمنت سبيد مع ستيم. الحين بوريكم موفمنت سبيد مع ديد سايلنس. طبعا اول واحد مع ديد سايلنس وسبرنت، اللي بالنص سبرنت مع ستيم، واخر واحد بس سبرنت. مثل ما سوينا بالفنك راح اوريكم لعبي بالاي يو جي، راح تشوفون تحركاتي، راح تشوفون ايمي، راح تشوفون كل شيء عن الاي يو جي عشان تاخذون فكره عن السلاح. يلا شباب جو. طبعا عندنا تعديلات الاي يو جي، الكومبنسيتر اللي هو ثاني اخر واحد، عندنا جي اي ميني ريفلكس اللي هو رابع واحد، عندنا كوماندو فور جريب اللي هو ثاني واحد، عندنا ماجازين 30 راوند ما شنو الثاني، عندنا ستيبل جريب تيب اللي هو الثالث.
طبعا ثالث اقوى سلاح هو الامبي 5. الحين راح اوريكم تفاصيل اللعب والتعديلات. طبعا اول شيء راح اسويه راح اوريكم اللونج رينج. الامبي 5 مو معروف لللونج رينج لكن ليه يوصل. شوفوا معي. طبعا الحين راح اوريكم الميد لونج رينج. مثل ما قلت الامبي 5 مو معروف حق الميد لونج رينج لكن ليه قوي. طبعا الحين راح اوريكم الشورت رينج. الام بي 5 معروف حق الشورت رينج ويا جماعه ترى الام بي 5 او بي. الحين بوريكم الهيب فاير بالام بي 5. شيء مو طبيعي الام بي 5 او بي يا جماعه. طالعوا الحين بوريكم السرعه مع الام بي 5. الحين بوريكم سرعة الام بي 5 مع ستم. الحين بوريكم سرعة الام بي 5 مع ديد سايلنس. طبعا اول واحد مع ديد سايلنس وسبرنت، اللي بالنص سبرنت مع ستم، واخر واحد بس سبرنت. طبعا الحين راح تشوفون لعبي بالام بي 5، راح تشوفون تحركاتي، راح تشوفون الموفمنت، راح تشوفون شلون اذبح ايمي، كل شيء راح تشوفون لعبي بشكل عام. يلا شباب جو. اوف طبعا حق الام بي 5 عندنا المونوليثيك سبريسر اللي هو الرابع، عندنا الاف اس اس لايت اللي هو البارل الاول، عندنا ال 1 ملي وات ليزر اللي هو الاول، عندنا مارك فير جريب اللي هو الثاني، عندنا 45 راوند ماجز الاول. طبعا وصلنا الى ثاني اقوى سلاح في اللعبه اللي هو الاي اكس. بس انه غريبه سب والاي اكس مو اول افضل سلاح له. خليني اشرح لكم ليش. لما اللي ضدك يحول ويخرب اللعب تطلع سلاح ثاني. خليني اوريكم افضل سلاح بعد شوي. طبعا مع الاي اكس تقدر تسوي تريك شوت، نو سكوب، تقدر تشق الخصم، واهم شيء سلاح متع. طبعا اول شيء بنسويه راح نبلش مع البايبود اللي هو اندر بيرل، واهم شيء بالبايبود انه يساعد بالنو سكوبس. اذا تبي تسوي تريك شوت، تبي تسوي اللي تبي تسويه راح يساعدك. طبعا يثبت الايم لما قاعد تسوي سلايد. يلا الحين بوريكم البايبود. طبعا الحين راح اوريكم شو يصير اذا تسوون نو سكوب بدون بايبود. طبعا في احتمال تسوون نو سكوب لكن صعبه. الحين وصلنا الى الجزء الثاني، راح اوريكم بيرك اسمه سلايت اوف هاند، وهالبيرك يخليكم تعشقون السلاح اسرع. الحين راح اوريكم بدون ومعه. طبعا هذا مع سلايت اوف هاند، هذا بدون سلايت اوف هاند. شفتوا شلون ياخذ وايد وقت على ما يعشق. طبعا لانك حطيت سلايت اوف هاند تقدر تسوي كاتم مع سنايبر مع ريلود مثل كذي، يعتبر كاتم. زين الحين وصلنا الى الجزء الثالث، راح اوريكم بيرك اسمه فوكست، وفوكست يخلي الايم ثابت لما اي حد جاي يطلق عليك. اطلق علي. طبعا الحين راح اوريكم شو يصير اذا تشيلون بيرك فوكست. اطلق علي. مثل ما تشوفون الايم مو ثابت والسلاح ابدا مو ثابت، يروح فوق يمين يسار. طبعا الحين راح اوريكم الموفمنت بالاي اكس. طبعا الحين راح اوريكم الموفمنت بالاي اكس مع ستيم. طبعا الحين راح اوريكم الموفمنت مع ديد سايلنس. طبعا اول واحد مع الديد سايلنس وسبرنت، اللي بالنص سبرنت مع ستيم، واخر واحد بس سبرنت. والحين بوريكم لعبي بلاي اكس. يا اخي ولا يا سب ما شاء الله وراك واحد. ها غدر 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 والله اني افضل لاعب بالعالم كله. مسافر لا
الحين بوريكم تعديلات الاكس اف تي. عندنا البيرل الثاني، عندنا تاك ليزر، عندنا سينجي ارد ارمز اساسن اللي هو الثالث، عندنا ستيبلد جريب تيب اللي هو الثالث، وطبعا عندنا سلايت اوف هاند اللي هو الثاني. طبعا تقدرون تغيرون سلايت اوف هاند، تقدرون تحطون فوكس اللي يخلي الايم ثابت لما واحد جاي يطلق عليك، او تقدرون تحطون بدال فوكس او سلايت اوف هاند بايبود اللي لما تسوي كراوتش او لما تسوي سلايد يثبت الايم ويزيد نسبة النوسكوب. الحين وصلنا الى اقوى سلاح موجود في اللعبة اللي هو الام 13. هالسلاح او بي بشكل مو طبيعي، واهم شيء اذا انت وشي اذا قاعد تلعبون سنايبرات وبس قاعدتوا تموتون وتموتون واللي ضدكم قاعد يخرب اللعب، ما تطلع شوتجن، تطلع هالام 13 مع تعديلاتي. يلا شباب خلني الحين اوريكم تفاصيل الام 13 واوريكم لعب، واهم شيء اوريكم تعديلات. ليتس جو. الحين بوريكم اللونج رينج. طبعا الحين راح اوريكم الميد رينج، والحين بوريكم الشورت رينج. طبعا الحين راح اوريكم الهيب فاير بالام 13 شورت رينج وميد رينج. طبعا هذا شورت رينج وهذا ميد رينج، يعني مو ذاك الزود لكن زين حق شورت رينج. الحين راح اوريكم الموفمنت سبيد مع الام 13. طبعا الحين راح اوريكم الموفمنت سبيد مع ستيم. طبعا الحين راح اوريكم الموفمنت سبيد مع ديد سايلنس. طبعا اول واحد مع ديد سايلنس وسبرنت، اللي بالنص سبرنت مع ستيم، واخر واحد بس سبرنت. طبعا الحين راح اوريكم لعبي. الحين بوريكم تعديلات. عندنا المازل اللي هو مونوليثيك سبريسر اخر واحد، حق البارل عندنا التمبس ماركسمن اللي هو ثالث واحد، حق الاوبتيك عندنا اول واحد، الاندر بارل التاكتيكال فور جريب مو الكوماندو فور جريب، ها تاكتيكال فور جريب حلو، والماجازين ال50 راوند ماكس. صدقوني يا جماعة جربوا التعديلات، انتوا بس جربوه وعطوني رايكم بالكومنتس عقب ما تجربونه، عقب ما تيبون نيوك مع هالسلاح، عقب ما تشقون كل لوبي بسيرتش شق. طبعا وصلنا الى نهاية الفيديو، اتمنى ان عجبكم الفيديو، اتمنى ان استفدتوا شيء، واتمنى ان تعطوني سبسكرايب لان اش ناطرين. المهم اذا عندكم اي سؤال، عندكم اي شيء، حياكم من لينسا مالي، كاهم موجود على الشاشة، وبالتوفيق لكم.